يوسف صلوات الله عليه كان في السجن، وكان الله تعالى قد ألهمه تعبير الرؤيا. جاء عنده شخصان وعرض عليه مناما، أحدهما رأى أنه يعصر خمرا، والثاني رأى في المنام أنه تأكل الطير من الخبز الذي على رأسه. فسر لهما المنام وقال للأول إني أراني أعصر خمرا، الأول رأى أنه يعصر خمرا، قال له أنك تنجو وتصبح ساقي الملك. ثم قال له جملة غفلة واحدة، طبعا مو غفلة بمقاييسنا، مو غفلة لكن بمقاييس الأنبياء بمقاييس الأولياء، هذه غفلة لحظة واحدة من يوسف صلوات الله عليه وترك للأولى. قال اذكرني عند ربك، يعني عند من؟ يعني عند الملك. إذا نجوت من المعتقل وذهبت إلى الملك وأصبحت ساقيا للملك اذكرني عند ربك، يعني عند الملك. في هذه الحالة أوحى الله تعالى إليه يا يوسف من الذي أراك الرؤيا، تلك الرؤيا المعروفة، فقال أنت يا رب. قال الله تعالى ومن الذي حببك إلى أبيك، قال أنت يا رب. قال ومن الذي أنقذك من الجب، عندما كنت في ذلك الجب في تلك البئر، من اللي طلعك من تلك البئر، قال أنت يا رب. قال من الذي أنطق الصبي ببراءتك عندما اتهم يوسف، قال الصبي إن كان قميصه قد من قبل، إلى آخر الآية، وإن كان قميصه قد من دبر. فنطق الصبي ببراءته، من الذي أنطق الصبي ببراءته، قال أنت يا رب. ومن ومن ومن، فقال الله تعالى معاتبا يوسف على هذه الغفلة، قال فكيف استعنت بغيري وتركت الاستعانة بي. شلون تقول اذكرني عند ربك؟ لماذا لم تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الحالة؟ وكيف أملت عبدا من عبيدي إلى مخلوق من مخلوقي؟ عبد من العبيد في السجن أملته ولم تؤمن رب العالمين، لتلبثن في السجن بضع سنين. هذه الكلمات، نقل بعض العلماء أن الكلمات كانت سبع كلمات في اللغة العبرية، الله سجنه على كل كلمة عاما واحدا، أو على كل حرف عاما واحدا. انقضت هذه الأعوام السبع، أذن الله سبحانه وتعالى له بالفرج، وضع خده على التراب وخاطب الله سبحانه وتعالى وقال يا رب إن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي عندك. يعني شنو أخلقت؟ مثل ثوب عتيق، الثوب إذا صار عتيق ترميه بعيدا، بعد لا تعتني بهذا الثوب. أحيانا الله سبحانه وتعالى بعد لا يعتني بالعبد، ليذهب هذا العبد حيث يحب. الله سبحانه وتعالى لا يعتني بهذا العبد، لا ينظر إلى هذا العبد. إن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي عندك فإني أتوسل إليك بآبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلا ما فرجت عني. الله سبحانه وتعالى أذن له بهذه الكلمات بالفرج. الراوي يسأل الإمام الصادق صلوات الله عليه وهل نقول ذلك، يعني عندما تعرض علينا مشكلة، عندما نقع في أزمة، هل نقول هذه الكلمات التي قالها يوسف؟ فقال الإمام الصادق صلوات الله عليه في هذه الرواية مثلها، مو هذه الكلمات، وإنما مثل هذه الكلمات، تقول اللهم إن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي عندك
فإني أتوجه إليك بنبيك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة، ثم تطلب من الله سبحانه وتعالى حاجتك. الإنسان يحتاج إلى عندما تبعده أعماله عن الله، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، مقاطع من هذا الدعاء. الغناء في البيت والموسيقى في البيت، راجع الروايات، من الأشياء التي تنزل بلاء الله على أهل ذلك البيت. هذه الذنوب التي تغير النعم، هذه الذنوب التي تحجب الدعاء، هذه الذنوب التي تنزل البلاء، هذه الذنوب التي تخلق وجه الإنسان عند الله. الله يقول له اذهب فلا أبالي. الإنسان يحتاج إلى أن يتوجه بهم ويتوسل بهم ويجعلهم واسطة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، حتى يلتفت إليه ويستجيب دعاءه ويقربه إليه.